أهلا بكم. أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحي ليساس على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، أشرف على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وعلى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. في تونس، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية تصدر أحكاما بالإعدام بحق 4 مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بالعيد عام 2013، وحكمين بالسجن مدى الحياة بحق مدانين آخرين. انطلقت في البنتاغون بواشنطن مباحثات بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف جالانت في سياق يشوبه توتر بين تل أبيب وواشنطن بسبب إحجام الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو لمنع إصدار قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت الحكومة المكسيكية أن حجم تدفقات الهجرة غير الشرعية عند الحدود مع الولايات المتحدة تراجع بأزيد من النصف، وذلك منذ مطلع السنة الجارية. تعادل المنتخب المغربي وديا أمس أمام نظيره الموريتاني من دون أهداف على أرضية ملعب أكادير الكبير. إلى اللقاء.